هل ممكن أحضر الكورس بنية تسخير موضوع معين؟ ممكن. نور حبيبتي تقول هل التسخير من الله فقط؟ شوفي أنا بتكلمك على المادة اللي أنا وصلت لها أو عرضتها. أبغى أقول لك أنه شخص مثلي ما هو سهل عليه أنه يناقش هذا الموضوع، لأني عندي يعني عقل أو جسد فكري كثير يعني يحب يصفصف الأشياء، لكن احتجت أني أنا أفهم ماذا يقول الله في هذا الأمر. احتجت أني أعرف أفهم حتى أشوف وش القصة. إذا أنت بتقولين هذا التسخير من الله، السؤال هو يعني أنه قصدك أنه هو يعطي أحد وما يعطي أحد، يعني كأنها مكافأة؟ لا، إذا قصدك كذا لا، ده هي 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 قانون، هي قانون. أما إذا كان قصدك إنه الأشخاص اللي يؤمنون بالله تصير لهم، والأشخاص اللي ما يؤمنون بالله ما تصير لهم، أقدر أقول ممكن، ممكن قد أميل لهذا الشيء، لأنه في التسخير أنت محتاج أنك أنت تؤمن بقوة أعظم، بشيء أكبر. صديقتي تقول هل ملاحظة الرسائل الكونية طريق للتسخير؟ ممكن طريق للتيسير مش التسخير، ممكن طريق أنه تتيسر الأمور. إذا أنا شفت الرسالة الكونية وفهمتها وتتبعتها، فراح تكون الأمور أيسر، راح تكون الطريق أسهل، لكن مو بالضرورة أن يكون الأمر مسخر، يكون ميسر. ريم حبيبتي تقول هل التسخير في الصورة الكبيرة يخدم الأكثر مسؤولية أم الأكثر نفع؟ أعتقد أنهم واحد. خلينا نشوف، يعني شخص خلنا نقول كان من مسؤوليته أو كان من دوره أنه هو يقدم كارما للناس وينفعهم ويمرر طاقة معينة، فبالتالي هو مسؤول وهو نافع في نفس الوقت. فأنا أشوف أنهم واحد. أنا أشوف أنه الشخص إذا هو سوى مسؤوليته بالضبط زي ما هو مطلوب منه أو زي ما هو يفهمها، فهو شخص نافع، شخص نافع. يعني مجرد ما أنت تلتزم بقانون المسؤولية راح تكون كثير كثير نافع لنفسك وللناس اللي حولك وللمجتمع اللي أنت فيه، وأكيد بالضرورة راح تؤدي رسالتك. فرح حبيبتي تقول هل ممكن يكون التسخير أفكار إبداعية؟ إنه قصدك الجسد الفكري يعني يتسخر لك، لكن إحنا نحتاج إن نفهم قوانين الإبداع برضه، يعني محتاجة تفهمين التسخير والإبداع. أقترح عليك تحضرين شفرة كاليوبي، كثير راح يساعدك الموضوع. وقرأت تعليقات جميلة على الأشخاص مبدعين حضروا شفرة كاليوبي واستطاعوا أنهم يتصلون ويوجدون أفكارهم الإبداعية اللي هم يحتاجونها. صديقتي خوخة تقول حطيت النية واشتغلت وضربت قاع بأغلب الميادين، واجهت موقف بإيجابية، هل تزيد صعوبة الاختبار للشجعان؟ بدون أدنى شك أن العظماء اختبارهم على مستواهم، العظيم اختبار عظيم زيه، يعني اختبارات الرسول، بس تذكري اختبارات الرسول اختبارات عظيمة ما هي هينة. فكل ما كان الشخص يعني أعظم وتقدم كل ما كانت اختباراته، لكن هو يستوعب اختباراته بعد. يعني ممكن شخص اختباره انه يعني يتقبل او يكون قوي اقوى من الصرصور. تخيل معي انه في اشخاص يعني هذه قصتهم الحالية، انهم هم كيف يعني يكونون اقوى من الصرصور. هذا الآن المرحلة التطور الروحي اللي هم يعيشون فيها، أنهم هم كيف يكونون أقوى وأقدر ويعني يعدي صرصور في حياتهم بشكل أوكي بدون ما يهتزون. فهم الآن في مرحلة الصرصور، فالآن الصرصور بالنسبة لهم هذا موضوع كبير،
كبير، شخص ثاني بالنسبة له هو يعني في حرب عالمية، شخص مسؤول عظيم، هو يعني في حرب عالمية. الصرصور بالنسبة لهذا الشخص هو حرب عالمية. الصرصور بالنسبة لهذا الشخص اللي هذا اختباره الحالي وهذا مستوى تطور الحالي، هو هذا، هو بالنسبة له هذا قضية كبيرة، قضية كبيرة تهز الكيان، تهز الوجود، وتخليه ما ينام، وتخليه يقلق، وتخليه يرتبك، وتخليه يخاف، وتخليه يعيش يعني حالة يعني ضياع. فما أقدر أقول إنه أنا لما تطورت صار اختباري أكبر مني، لا، صار الاختبار كبير، بس أنا بعد كبرت، أنا بعد كبرت، صرت أنا أوسع وأستوعب اختبار كبير، صرت أمشي ووطى الصرصور يعني عادي، ما يعني أي شيء، لا يشكل أي شيء، لازم اختبار يكون أكبر. تقول لك إلا الصرصور، إلا الصرصور يا دكتور، إلا الصرصور، نتناقش في أي شيء إلا الصرصور. أوكي ماشي. غيدة حبيبتي تقول كيف أفرق إنه شخص غريب مسخر لي أم في شيء غلط؟ مع العلم محتاجة للمساعدة. غالبا لما تطلب المساعدة تتواجد الأرواح اللي تقدر تساعدك، لكن مو بالضرورة هذه الأرواح تكون تعرفها، وهذا يخلي إنه يدخل موضوع أوكي من هم هذه الأرواح أو هذول الأغراب، ليكونون قراصنة، ليكونون. وهنا يجي دورك، هل جسدك المشاعري نظيف بحيث إنه يكون قادر على التمييز؟ إذا جسدك المشاعري نظيف تقدر تميز هذا هي روح مساعدة ولا هو قرصان. إذا جسدك المشاعري تعبان، مالك إلا رأسك. مالك إلا رأسك اللي ممكن يوديك في داهية للأسف. بس غالبية الأشخاص يبدأون بالاحتياط، غالبية الأشخاص يعني يأخذ العقل والمنطق يخليك تحتاط، يخليك تسوي احتياطاتك يعني، وخلاص راح تفقد الفرصة لأنه ما عندك جسد مشاعري يستقبل. نور حبيبتي تقول هل وجود شخص يعلمني دروس الحياة بطريقة مزعجة لكن غير مؤذية هو تسخير أم كارما أم غير ذلك؟ لا، هذا معلم، هذا معلم. المعلم ما يطبطب عليك، مو دور انه هو اللي يطبطب عليك، هو اللي يعني كذا يعني يعطيك المشاعر الجيدة. المعلم المعلم هو اللي يعلمك دروس الحياة حتى لو كانت مزعجة. ما هو دور انه يزعجك، ما هو قصد انه يزعجك، ولا هو قصد انه يعني يعيشك حياة وردية، هو جاي عشان يعلمك. هل هو مسخر لك؟ من الممكن انه يكون ضمن التسخيرات، الممكن في اشخاص يعني قد ما يستفيدون من هذا الشخص قد ما انت تستفيد، وممكن انت استفدت اكثر، من الممكن انه يكون ضمن التسخيرات اللي حصلت لك. وصال حبيبتي تقول هل الروحانيين تتسخر لهم الاشياء اكثر من غيرهم؟ اكيد من المفترض ذلك. خلونا ناخذ اسئلة من التيك توك. طيب قاعدين نتكلم عن التسخير يا جماعة، نية الشهر هي نية النجاح. تيك توك أحس لازم أذكرهم في الواقع. Thank you، عندنا 114,000 لايك. Thank you، شكرا جزيلا. كيف أعرف أنه أنا روحانية؟ مو مهم، امشي في طريق التطور وبس. مو مهم أنه أنت تحطين نفسك في إطار